السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده مميزه من برنامج سفرتنا، معكم انا ايهاب بن رجب. طبعا اكيد كل سنه وانتم طيبين، عيد عليكم للمره الثالثه، كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين، عيد عليكم ان شاء الله بالصحه وبالعافيه بطول العمر. طبعا اليوم حنقدم لكم وصفه باستعمال فخذ الخروف بتكنيك معين، بتتبيله رائعه جدا. كان نطلع من برا من المألوف ان احنا عادة ديما الخروف نشوه، فاليوم نعطيكم طريقة فخذ خروف محمر بالفرن بشوية تكنيك رائع جدا، ووصفة سهلة وبسيطة وبنفس الوقت طعم رائع جدا. خلينا نتعرف مع بعض على مكونات الفخذ الخروف المشوي بالفرن. نحتاج الى 1 قطعة من الفخذ الخروف الكامل، نحتاج الى 4 حبات طماطم مقطعين بشكل طولي، 4 حبات جزر، 3 قرون فلفل أخضر حار، 5 فص ثوم، 2 بصلات جوانح، ملعقة كبيرة دبس رمان، 3 ملعقة كبيرة من الطحينة، ملعقة كبيرة كمون، ملعقة كبيرة فلفل أحمر، ملعقة بزار، ملعقة قرفة، ملعقة كبيرة بهار الحم، 1/4 كوب زيت، وأيضا نحتاج إلى ورق غار وعود أو 2 عود من القرفة. هذه هي كانت كل مكونات التتبيلة اللي عندنا هنا. وطبعا أكيد بنذكركم مشاهدين الكرام إن الوصفة رائعة جدا وبسيطة، وفي نفس الوقت أنتم حتستخدموها بكل أريحية وبكل سهولة. طبعا فخذ الخروف عادة لما نشروه يكون بشكل هواء، سواء كان من الأضحية أو خدناء غير الأضحية، ممكن نزيل الشوائب اللي عليه بالواسطة البالطة نحي الرجل من هنا. كذلك لو في قطعة تانية يجي عادة في زي العلبة هنا حتى نتخلص منها، بش يبدأ عندي نضيف بشكل هواء. ونبدأ مع بعض في التتبيلة. بالنسبة للتتبيلة اللي عندي هنا، كل اللي نحتاج أني حنجيب صحن بالشكل هوا. أنا عندي بصل، زوز قطع من البصل جوانح، وعندي أيضا الجزر، وعندي الطماطم، وعندي الفلفل الأخضر الحار، طبعا عندي فص ثوم لكن مش هنحتاجه في المرحله هي. طبعا هنا كل اللي نحتاجه حناخذ من البهارات نفسهم شويه من كل نوع بهارات عندي. طبعا ما تستغربوش ان الوصفه هي فيها كمون، الكمون طبعا رائع جدا في الوصفه هي، فياريت انتم فعلا تجربوه. اخذت جزء من البهارات حطيته هنا، حنحط معاهم ايضا الدبس الرمان على الخضرة بالشكل هوا. وكل اللي هنحتاجه حنتأكد، مش ممكن مش نحتاج جوال كشيك، حنخلط مع بعض الخضرة اللي عندي بالبهارات زي ما انتم شايفين. طبعا اكيد نبي الملح نفس الشيء، هو بنعطيها شوية ملح. تمام، بعد هيك ما تبلت الخضرة عندي حنخليها على جنب. حنجيب هنا توا الفخدة اللي عندي بواسطة السكين، حناخد الفخدة عندي بالشكل هذا. أول شيء خليني ندير هيك نوع من الثقوب أو حفرة في اللحم بالشكل هوا بواسطة السكينة. أنتم شايفين عندي يكون نحفرها بالشكل هوا. بعدين أنا هنا عندي الطحينة، لكن قبل ما بنحط الطحينة خلينا نحط البهارات اللي عندي. طبعا عندي بهارات صحيحة حنحطها مع الخضرة. خلينا أول حاجة نحط هنا باقي البهارات اللي عندي مع طبعا الملح، كذلك من جهتين بنملحها بشكل هوا. ممكن أيضا نبي شوية فلفل أسود، وممكن مش مكتوب في الاعداد في الاسود، فيا ريتها من فريق الاعداد يكتب على الشاشه. مجرد ما نتوني بين هيك نعطيها تدليكه بسيطه بالبهارات اللي عندي،
حنحط عليها 3 ملاعق كبار من الطحينة، حيعطيها طراوة وطعم رائع جدا جدا. وطبعا عندي أيضا الزيت، الزيت ما تكتروش هلبا، أنا عادة هو أصلا اللحم الخروف فيه كمية دهن كويسة، فكل اللي نحتاج أننا مجرد ما نبي أن نعطيه مسحة بالبهارات اللي عندي بالشكل هوا. طبعا لو أنتم عندكم وقت ممكن تديروا الخطوة هي قبلها بساعات، يعني زي ما شايفين يعني ناخذ أنا توا الفخدة زي ما هي نتبلها بالشكل هوا ونخليها حوالي ممكن ساعتين 3 ساعات، كل ما خليتوها تتبل كل ما عطتني طعم رائع. وممكن حتى انتم تديروها يعني قبلها بليله. تو انا كل اللي حنحتاجه، خلينا نحي الجلافز، نعاود نعطي غسله فقط لايدي. ناخذ الجلافز ثاني. تو هنا كل اللي حنحتاجه بعد ما اني تبلت الفخده كويس وخذت اللون بشكل هواء، كل اللي حنحتاج اننا حنحطها في صينية او في طاجين، عليها طبعا السلفر. طبعا اننا حنستخدم شوية حنحرك الحنفة، حنزيد جلافز ثاني الابيض اللي هو طبعا عازل الحرارة، وطبعا متوفر حاليا في معدات الطهي، ما هوش نفس الجلافز تبع العمليات او تبع الدكاتره، هذا يكون خاص في طبخ ما يكونش فيه بودره. كل اللي حنحتاجه توانا بعد اني تاكدت ان الخروف فخده الخروف هنا تبلت كويس، حنجيب طاجين حنحط فيه ورقه سلفر بالشكل هو. بعدين بناخذ الفخده اللي تبلتها حنحطها بالشكل هو زي ما انتم شايفين عندي هنا، وحنزل طبعا عليها ما تبقى من التتبيلة زي ما انتم شايفين عندي هنا كيف هيك متبلة ورائعة جدا. حناخذ هنا فصوص الثوم، في كل حفرة درناها بواسطة السكين حنحط جرس ثومة بالشكل هو هنا. يعني التومة هنا حيعطيني طعم، وعندي جوز روس تومة ممكن نحطه مع الخضرة عادي. حنجيب توا هنا الخضرة اللي تبلتها حناخدها وحنطرحها على الفخدة بالشكل الهواء، كلها مع بعضها تنطرح فوقها. طبعا الخضرة تبلتها بنفس التتبيلة اللي عندي في الفخدة نفسها. بعد ما تبلت هنا عندي الفخدة حنجيب أيضا ورقة فويل ثانية أو السلفر، وكل اللي حنحتاجه فقط إني حناخد توا قبل كل شيء هما نفسهم، حنعاود إننا نغمها بالشكل هوا، يعني نعطي تسكيرة قبل. هنسكر مرة تانية عليها هيك بشكل هوا. بعدين حنجيب الورقة الثانية حنحطها، ممكن نحطها بشكل طولي. نسكر على الفخدة بالشكل هذا ونكون احنا هنا مولعين الفرن على درجة حرارة عالية، أعلى حاجة في الفرن. ممكن نفكر كويس. بعدين الفخدة زي ما هي من غير أي شيء حنحطها للفرن زي ما قلنا على درجة حرارة عالية، على أعلى درجة عندكم في الفرن، تاخذ وقت من 3 ساعات ل3 ساعات ونص، لحد ما كل الطعم اللي فيها يتهبز. وطبعا انا ممكن دي الخطوه هي مع
الساعة 11 أو 12 وقت الغداء تكون عندي جاهزة ونستمتع بها احنا وافراد الاسره. حندخلها للفرن باش بعدها نكمل مع بعض بقيه وصفاتنا اليوم. حنديروا مع بعض كيكه اللاتيه بالقهوه. حندخلوها الفرن مشاهدينا الكرام، طبعا الفرن من فوق وملوطه والعاد. حنحطها هنا على اوطى حاجه من اللوطه باش تاخذ الحراره كويس، ونخلوها زي ما اتفقنا تاخذ حوالي 3 ساعات، من 3 ساعات ل 9 ونص، وناخذ بريك بسيط باش نرجع من بعد نكمل حلقتنا لليوم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام باش نكملوا مع بعض حلقتنا اليوم، طبعا بحكم عيد وبحكم طبعا اكلات دسمه والى اخره، نبو حلو يكون هيك منعش وفي نفس الوقت رائع، في نفس الوقت يتماشى معنا احنا. فاخترت لكم اليوم يعني حلو فصلة قهوة وحليب، فسميتها كيك كوفي لاتيه. يعني شوية كي التكنيك في يعني حبيتك نغير في الوصفة شوية. طبعا عادة يستخدم هو نوع من البسكويت يكون فيه رقائق، وطبعا اكيد متعارف عليه عندكم، واسمه طبعا كوفي جوي. البسكوت هذا من عادة الكيكة الأصلية أو مش الكيكة الأصلية عادة ما يتعارف على أنه بيستخدموا في البسكوت هذا بسمع كريم وتمت العملية. أنا اليوم لا حبينا نطلع الخط نهائيا وندير لكم كيك راقي جدا ورائع وفي نفس الوقت منعش، وحنستخدم فيه عجينة كيك مع شوية خطوات مع شوية صوصات مع البسكوت هذا نفسه حتى نحصل على نتيجة رائعة. خلينا نتعرف مع بعض على مكونات كيك كوفي لاتيه. نحتاج إلى، بالنسبة لصنع الكيك، نحتاج لي كوب سكر، 5 حبات بيض، 2 كوب دقيق، كوب زبدة لينة أي بدرجة حرارة الغرفة، ملعقة كبيرة قهوة، ربع كوب ماء ساخن، وظرف نص ظرف بيكنج باودر. للصوص نحتاج إلى نصف كوب حليب مبخر أو هو الحليب الحكة أو ما يتعارف أيضا بحليب الكورنيش، نصف كوب من كريمة سائلة، علبة من حليب المكتف المحلى. أما للزينة نحتاج إلى كريمة مخفوقة، 2 ظروف كابتشينو، وبسكوتي كافي لاتيه. طبعا هذه هي كل المكونات اللي عندنا اليوم. نبدأ مع بعض بتحضير الكيك ونتعرف طبعا المكونات زي ما قلنا. أنا عندي حوالي كوب من الزبدة اللينة أي بدرجة حرارة الغرفة، يعني نطلع كل المكونات اللي نشتغلوا فيها، وهذا بالنسبة لنجاح الكيك. طبعا حنعطيكم نصيحة بسيطة لنجاح الكيك، لازم ان نشتغلوا بالمكونات تكون كلها بدرجة حرارة الغرفة، يعني لما نشتغلوا بالبيض، الزبدة، الحليب حتى على فكرة، لازم نطلعها قبلها حوالي بنص ساعة أو ساعة قبل أثناء الشغل. بالنسبة للزبدة أيضا، لازم الزبدة تكون لينة، يعني بدرجة حرارة الغرفة، لو اشتغلنا ونسينا أن نطلع زبدة، ناخذوها أكبر خطأ في اللي يحطها في الميكرويف أو اللي يذوبها شوية، لا. حتاخذوها تحطوها في كيس اضربوها بعصا لين تلينوها وبعدها تشتغلوا بها عادي جدا. كذلك البيض لازم يكون ايضا درجه حراره الغرفه. وطبعا في نصيحه حنعطيها لكم، لو اي كيك فصته زبده حنبدا بالزبده والسكر هما الاولين، بعدين نضيف البيض. لو الكيكه فيها زيت حنبدا بالسكر والدحي في البدايه بعدين نضيف الزيت. فهذه قاعدة لازم نعرفها كويس. أنا طبعا بحكم كيكتي فيها زبدة يعني حنضرب المكونين هما الأولين، حنضربهم مع بعض. والكيكة هي قوامها شوية يعني رزين، أنا بعدين في صوص حتتسقى به، لو تلاحظوا أنا مكونات الكيك ما عنديش أي مكون سائل، ما عنديش لا حليب أو زبادي أو عصير، يعني كلها مكونات جافة إلا البيض فقط. حنحط هنا حوالي كوب من الزبدة. خليني فقط اني نقرب لكم شوية الخلاط حتى تكون عندكم رؤية واضحة بهذا الشكل، تمام. حطينا هنا كوب من الزبدة اللينة، عليهم كوب من السكر، حنضرب مع بعض وحنضيف البيض تدريجيا. ملاحظة، البيض لما بنضيفوه ما بنضيفوش البيض فوق بعضها، يعني انا ناخذ البيضة الواحدة حنحطها في صحن صغير، نتأكد من البيضة إنها يعني كويسة بعدين نضيفها. أنا مرات البيض يكون عندي فاسد، فلو حطيت البيض فوق بعضها حيفسد لي الباقية، فنحط بالبيضة الواحدة وبعدين نحطها على الكيك. حنبدأ الآن بضرب الكيك، ممكن تسمعونيش أنا صوت المشين عالي. حنبدأ بخفق الكيك وحنضيف 5 حبات البيض بالتدريج.
ولحظة مهمة مشاهدين الكرام، أنا طبعا لازم أني بعد ما خفقت ضفت ثلاثة البيضات الأول لأولاد أني نعود أن نحرك. أنا أوقات تكون الزبدة عندي لاصقة في الجناب باش نتأكد أني عندي كل الخليط تحرك مع بعضها، وبعدين نكمل الخفق وإضافة البيض بالتدريج. أنا طبعا حركت الدحي كويس مع الزبدة مع السكر. طبعا أول حاجة أنا حنضيف هنا القهوة سريعة الذوبان، ممكن أنتم تضيفوا فانيليا، لكن هي الفكرة أن الكيك لاتيه، فأنا حبيت أن نضيف ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان مع ربع كوب من الماء الساخن، خليتهم لين يبردوا تماما، بعدين ضفتهم على الكيك. خنعطيها ضربة أيضا بسيطة. بعدين عندي هنا حوالي زوز كوب من الدقيق، وطبعا كملاحظة أساسية عندنا وزي ما عرفتكم عليها إنه لازم الدقيق ما نحطهاش مباشرة على الكيك، يعني باختصار إن أنا ممكن ناخذ صحن هنحط عندي فيه كمية الدقيق اللي عندي، عندي أنا زوز طواس دقيق، ونحط عليهم نص ظرف حوالي من بيكنج باودر، يعني حوالي كشيك ونص من صغار من بيكنج باودر. وقبل ما انا ما ضفت على الواحد نكون تاكدت، ممكن نضيف رشه ملح بسيطه، هذا ينزلها فريق الاعداد رشه الملح في الكيك. حنعطي قلبه بسيطه انا هنا. طبعا انا شنو هي نصيحتي هنا في اللقطه، هي لما ضربت البيكنج باودر مع لما حركت البيكنج باودر مع الدقيق وبعدين ضفتهم على الكيك، انا هنا تاكدت ان البيكنج باودر اللي عندي توزع كويس في الدقيق. فلما نحطه على الكيك بيكون البيكنج باودر متوزع كويس في المكونات الجافه، فلما نحطها على الفرن ما تجيش جهه اعلى من جهه. لو البيكنج باودر فتحته وحطيتها فورا على المكونات سائله، وكنت حطيت دقيق قبل وحطيت البيكنج باودر، فشو بيصير في اثناء الفرن؟ البيكنج باودر ما توزعش كويس بشكل متوازن في الكيك، فبتجي جهه اعلى وجهه واطيه. فانا لازم اتاكد ان البيكنج باودر قلبته كويس مع الدقيق بعدين نحطه في الكيك. طبعا فيش داعي نحط دفعه او دفعات او اي شيء، هذا مش سبونج كيك، حنحطها كلها دفعه واحده مع بعض. ممكن خليني ننحي الاداه هي تبع الخفق بهذا الشكل، تمام. ممكن حتى المشين انا مش حنحتاجها، فخليني اني ننحيه من على جنب. تمام، ممكن اعطي مسحه ايضا للكاونتر بسيطه هنا، وكذلك طبعا الماشين من الاجهزه اللي لازم احنا نكون حريصين في الشغل بتاعها. يعني توا ممكن انا هنا بعد ما اشتغلت بالاله نفسها بواسطه فوطه قطنيه تكون مبلوله شويه ونمسحوا الماشين بكل بساطه. خلينا نبدا مع بعض في تحريك المكونات. عندي هنا كل اللي حنحتاج، حنحط دقيق، ممكن نقسم على دفعتين. طبعا الدقيق اللي انا قلبته بال البيكنج باودر، ونحرك بشكل هو هنا. طبعا قلبت الكيك او عجينه الكيك زي ما شايفين، اولت عندي جاهزه، طبعا شايفين القوام المطلوب كيف شكله.
هذا هو قوام الكيك نفسه يعني، وحتى لونه يعني كيف لونه كعلى براون نفس لون البسكوتي كوفي جوي، بس نقدر نشتغل بالكيك اللي عندي. اول شيء يعني هنا حنحط عندي هنا صينية عادية او طاجين عادي، حطيت عليه ورقة زبدة. بعد ما حطيت عليه ورقة زبدة حننزل مع بعض العجينة الكيك اللي عندي بشكل هواء، حنزل كل الكمية اللي عندي. وكل اللي حنحتاجه اننا حنطرح مع بعض الكيكة اللي عندي بهذا الشكل. نطرح العجينة بهذا الشكل بالنسبة للكيك. بعد ما طرحناه حنعطيه ايضا هيك، حاول اننا نواسيه شوي السطح بتاعه، لانه حيقعد هو نفسه السطح مش حيتغير هلبة بحكم الكيك سميك. هذيك تقليبة بسيطة تمام. بعد ممكن معناها هيك اعطيتها توساية بسيطة، ممكن بواسطة أداة بواسطة أي شيء، ممكن حدا بنسهل عليكم، ممكن حدا نستخدم هي نفسها، يكون عندي أي شيء يكون حاد، فممكن بكل بساطة إننا نعاود إننا نعطيك مسحة بسيطة للكيك أو سطح الكيك زي ما شايفين، باش يكون عندي الشكل متساوي، لأن أنا بيش يكون في شكل مش متساوي، نبي يكون زي البسكوتي بالضبط. فأنا بكل بساطة نعاود إننا نعطيك أيضا تشكيلة بسيطة بحكم بها تكون زي المسطرة مساوية كويس، بس نقدر نشتغل الكيك بكل أريحية بعدين. يعني زي ما شايفين عندي يعني هنا الكيكة كيف شكلها، سطحها كيف مساوي. توا زيها حندخلها للفرن، تاخد حوالي من 20 لـ25 دقيقة لين يكون عندي الطايب على الأخير، ندخل فيها عودة تطلع نظيفة، بس بعدين نكمل مع بعض الوصفة مع بعضنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مع أسامة ومصطفى. مع مصطفى وأسامة. أعطوني البيس حتى أنا في جديد باش نهدرز معاك. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مع أسامة ومصطفى. إن شاء الله تكون ليلتكم سعيدة ويومكم طيب. على فكرة لو في حاجة خاصة في تليفونك طلعت على الشاشة لما قلت لا مش حاجة خاصة في تليفوني. دقيقة مرحبتين باهي بيكم المشاهدين الكرام، مرحبا بالجميع. يا رجل بحال اسمها كاونت داون، يعدوا وقول لي بنطلعوا على الهواء، لكن خاش فيه هيك زي هجوم الاهلي فجاه هيك. بنشوف امكانياتك تقدر تتفاعل طول مع الهواء والله. لا كيف يختاروا السجان تاع الوسطي؟ يجوا الجنود واقفين يقول لهم اللي يعرف يقرا ويكتب يمشي يمين، ولا ما يعرفش يقرا ويكتب يمشي يسار. شكون اللي ياخذوا سجان؟ اللي ما يعرفش يقرا ويكتب. لا اللي قعد في النص اللي ما فهمش السؤال اصلا. مخرج تقريبا الماده نتاعته جاهزه. زوز كوميديانات طلعوا اليوم. اللي هو خالد المحجوب وطلع المسماري. لاني اللي يهمني اكثر المسماري، على الاقل خالد المحجوب بالك يرد لي الفلوس اللي نبيهم منه. ايش قلت ما تبيش تقولها على الهواء هذه؟
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما عندي الكيك ولا طايب زي انتم شايفين لونه زي لون البسكوت اللي عندي هنا باستخدام القهوه. طبعا حنخليه يبرد تماما بس نقدر نستخدمه في الاثناء هي انا حنكون حنجهز الصوص اللي عندي. بالنسبه للصوص طبعا مكوناته طالعات عندنا على الشاشه، نحتاج لعلبه من حليب مكتف محلى، نحتاج لنصف كوب من الحليب المبخر او ما يعرف بحليب الكورنيش، كذلك نبي حوالي نصف كوب من كريمه السائله. اول شيء انا نحتاج حنحط الحليب المبخر عندي وحنحط حوالي الكريمه السائله حوالي نصف كوب. طبعا نفس الكريمه السائله هي انا اخذت نصف كوب منها والباقي خفقتها وخليتها كريمه مخفوقه على جنب للزينه، وايضا نبي حوالي علبه من حليب المكتف المحلى. طبعا مشاهدينا الكرام التعامل مع الصوصات اللي يكون فيها حليب شويه حساس لان الحليب زي ما متعارف عليه بسرعه ينحرق، فانا لازم نقعد نقلب فيه باستمرار، يعني ايدي ما توقفش من على التقليب بس ما ينحرقش مني. وثاني شيء نتاكد ان بحكم انا تو عندي في عمليه مش متوازنه اللي هي الحليب المكتف المحلى اعلى من بقيه المكونات فحينزل عندي لوطه، فمع كثره التحريك انا عندي هنا حنرجع نخلطهم كلهم مع بعضهم ويبدا عندي خليط متجانس باش نقدر نستخدمه في الكيك عندنا هنا. حنقعد نستمر في التحريك لين يبدا عندي قوام كثيف شويه او خلينا نقول ان يوصل لمرحله الغليان. وطبعا في الاثناء ان ما بين ما يقلي انا عندي طبعا كيس من الكابتشينو، وطبعا ممكن تستخدموا اي نوع انتم بتحبوه. حناخذ وانا الكيس عندي هنا مجرد ما نبي نفتح بهذا الشكل وحنحط الكيس الكابتشينو عليه او بودرة الكابتشينو الجاهزة على الصوص عندي هنا. حنحرك الكابتشينو عندي بهذا الشكل، طبعا ممكن حنوقف توا بالسباتشولا عندي، حنستخدم الوسك باش يتحرك كل المكونات عندي بشكل متساوي. طبعا لما ضفت هنا الكابتشينو حيعطيني رائحة القهوة ولكن حتكون أخف من اللي في الكيكة، لأن الكيكة استخدمنا نسكافيه وهنا استخدمنا كابتشينو فحيكون عندي توازن في الطعم. حنستمر في التحريك وحنخليه على جنب. انا عندي تو هنا الصوص ولا جاهز. الكيك انا عندي طبعا انتم شايفين الكيك وصل لي مرحلة الطاب يعني 100% وفي نفس الوقت برد، فكل اللي نحتاج اننا حنقلب الكيكة بمجرد ما ناخذ ورقة بايبن بيبر ثانية أو ورقة زبدة، واللي نحتاجها فقط إني حناخد الكيك عندي حنقلبها بهذا الشكل. خلينا نتخلص من البقايا الكيك اللي عندي، بعدين بكل سهولة حننحي الكيكة بهذا الشكل عندي هنا. وفكرة إن أنا خليتها حوالي من 30 ل من 25 ل 30 دقيقة إني خليت فيها شوية من الكيك مش مستوي 100%، يعني زي قوام البراونيز لو تتفكروا في مرة من الحلقات درنا البراونيز إنه وصل عندنا القوام اللي هو فويم شوية، فهذا يعطيني مزة في الكيك. وانا مع ذلك حنزيد حنشربها لاني نبي الكيك يكون عندي متشرب بالطعم، فهذا علاش انا مش حنكتفي بالسوى هذا فقط، انا حنشربها ثاني بصوص باش يكون عندي القوام يعني متشبع كويس. حنخليه انا توا هي الكيك على جنب عندي هنا، ممكن حنجيبوا المكونات الحشو اللي عندي. بالنسبه للمكونات الحشو طبعا انا عندي هنا حنجيب بوله فاضيه على جنب، وايضا عندي كريمة مخفوقة نكون يعني خفقت كريمة وبروحها على جانب أيضا، وعندي كمية من البسكوتي اللاتيه، كذلك عندي الصحن أو الطاجين اللي حنقدم فيه الطبق نفسه.
وكذلك نبي ظرف ثاني من الكابتشينو بس بنضيف على الكريم. اول حاجه هنا عندي خليني نبدا باني حناخذ سكينه ممكن زي توا ونبي نقطع الكيك وطبعا انتم عندكم طبعا حريه الشكل النهائي زي ما تبوا لكن انا نفضل ان الكيك يكون عندي مربعات نفس حجم البسكوتي بالضبط. ممكن انتم تديروا القاعده بسكوتي عادي لكن مش حيكون عندي قاعده مبنيه على صح لان البسكوتي حيكون هش فاضافه الكيك هو الكوفي حيعطيني قوام افضل. ممكن انا تو حنبدا مع بعضنا بطريقه التزيين. حناختو انا هنا الكيك عندي ممكن ابدا بالنص اللي هو الجاف ممكن ناخذ مثلا قطعه من البسكوتي بس هو على ضوها ناخذ المقاس المطلوب حنحط قطعه من البسكوتي هنا وحنبدا في تقطيع بالشكل هو حناخذ قطعه ثانيه هذا الشكل تمام. اول حاجه هنا حنجيب تو هنا صينيه التقديم وعندي الكيكه اللي قطعتها حناخذ تو هنا ممكن ناخذ سباتشو لازم انتم شايفين حناخذ كميه من الكريمه المخفوقه الكريمه على جنب حنضيف عليها حوالي ظرف من الكابتشينو ونعطي تقليبة بسيطة للكريم اللي ضفت للكابتشينو عندنا هنا أول حاجة حنبدأ بتستيف مربعات الكيك عندي في القاعدة من لوطة وانا حنشكل حناخذ من جهة الجافة وايضا من جهة اللي هي زي البراونيز بهذا الشكل مع ضغطة طبعا بايدي باش نتأكد انها تكون عندي قاعدة مظبوطة على صح ويعني هي الكيكة اصلا جافة فمحتاجة اننا نسقيها بصوص فانا اخترت صوص التشكيلة الحليب اللي ضفتها خلينا ناخذ قطعة ثانية من الكيكة انت بهذا الشكل تمام. هنا توا بعد ما حطيت الكمية بتاع الحليب عندنا الكيك عفوا حناخذ الصوص اللي هو صوص الكابتشينو حنضيف عليه الكيكة بهذا الشكل اني نسقي به الكيكة ونتأكد ان الكيكة عندي تشربت من الصوص كويس أنا عندي بعد ما الكيكة تأكدت إنها تشربت بالصوص عندي خلينا نحطهما أيضا على جنب عندي طبعا كمية من البسكوتي اللي هو الرقائق البسكوتي بتاع القهوة حنحطهم بالشكل هذا على الكيك او فوق الكيك مباشرة
أنا هي الطبقة مش حنسقيها، هنبيع شوية كرانشي، فأنا حنخليها زي ما هي. مجرد ما بناخد طبقة من الكريمة الكابتشينو اللي ضفناها، حنحط عليه البسكوتي عندي هنا، وحنوزعها بشكل بسيط على الأطراف. تمام، طبعا كل اللي حنحتاجه اني حنعود مرة تانية، لكن خليني اني انا ناخد الصوص ونبي ملعقة. حننقل الصوص عندي هنا في صحن باش نقدر نتعامل معه بكل سهولة. طبعا بالنسبة هذه مش حنحتاجها، كذلك الكيك ممكن احتاج فقط القطع او رقائق من بسكوتي. طبعا الكيكه ما حتقعد على جنب، نستخدموها في غير وصفه، او ممكن ناكلوها بروحها مع شاهي او قهوه. خلينا ناخذ صحن ثاني باش نحط عليه البسكوتي. نعطي مسحة بسيطة الكاونتر عندي هنا، وحندوف الشغل مع بعضنا. أنا حناخد توا هنا رقائق البسكوتي اللي عندي، حنطرحها قدامي بهذا الشكل، وباش نبدو نشتغله بكل هدوء. حناخد هنا أول حاجة قطعة من الرقائق هي، حنغمسها في الصوص وحنعاود نستفها فوق طبقة الكريمة الكابتشينو بهذا الشكل. الأولى الطبقة الأولى ما غمسناهاش، نبوها شوية فيها قرمشة. الطبقة الثانية حنعطوها تغميزة في الصوص. أثناء التغميز خلوا خطوطكم سريعة شوية، أنا فورا يتشرب، لأن شايفين أنتم رق تكييف يعني رقيق، لو عطلنا بيه حيتفترش مني، فأنا نخلي حركتي شوية سريعة في الشغل. وطبعا الصوص نفسه فيه نكهة الكابتشينو، فكلها يعني الطعم اللي عندي هنا كلها طعم قهوة. زي ما شايفين مشاهدينا الكرام، هنا درت طبقة أولى من إنه يكون بسكوتي مغمس. حناخذ أيضا طبقة بسيطة من كريمة الكابتشينو، حنحطها فوق البسكوتي ونطرحها. ممكن نحط الكمية كلها. طبعا تخش للثلاجة تقعد حوالي 3 ساعات قبل التقديم. انا تو هنا بنعود طبقة ثانية، ممكن خليني نزيد كريمة مخفوقة ثانية انا عندي هنا، لكن الكريمة المخفوقة هي حنخليها زي ما هي صادة باش ندير التزيين. حنعود تو هنا طبقة ثانية، حنغمزها ونرجع لكم بعد ما نغمزوا الطبقة الثانية. انا طبعا بعد ما ستفت الطبقة زي ما قلت لكم الطبقة الأخيرة من البسكوتي بتاع كوفي جوي، طبعا انا تو في التزيين الكيك نفسه. أول حاجة حناخد من الكريمة المخفوقة، حندير كأنها وردات بالضبط على أجناب الكيك بالشكل هذا من الكريمة المخفوقة.
طبعا ممكن انتم تديروا نفس الخطوات اللي درناها احنا، لكن تحطوها في طاجين، تحطوها في صواني صغار، او ممكن تحطوها في كاسات. يعني اكيد عندكم الحريه التامه في كيفيه تزيين الكيك هذا، لكن انا حبيت نديرها في بحكم ان عيد ولمه العيله، فحبيت نديرها في طاجين كبير واحنا نقعدوا نقصوا منه مربعات. ممكن نحاول نملي الفراغات، لكن باش نمليهم كلهم خليك شويه على جنب. انا طبعا عندي هنا القهوه السريعه الذوبان او هي النسكافيه، حندير عليها كي يعني زي ما نقول فيها رشه خفيفه من القهوه السريعه الذوبان، او متعرف عليه بالنسكافيه. حنحطك على الجناب بهذا الشكل، بعدين انا عندي البسكوت الكوفي جوي نفسه، هو حناخذ من الرقاقات البسكوتي حنحط مثلا بالشكل هذا، مثلا لكل زاوية حنحط. قطعة وهذا كان شكل الكيك اللي عندي، اللي هو كيك كوفي جوي. استخدمت في الكيك هذا طبعا عجينة الكيك القهوة زي ما انتم شايفين، ممكن نعطيها الشكل هذا. طبعا هنا عندي الصوص متاع الحليب الكابتشينو، هذا ايضا ما نستخدمه في الوصفة نفسها عادي جدا لما يجوا مثلا الضيوف، مثلا نحط لهم كمية لو هم حابين يزيدوا بعد ما نقص لهم من الكيك نفسه، هو نحط لهم مثلا كميه اللي هم حابين مثلا يزيدوا فوق الكيك، فعادي جدا ممكن نحط قطعه على الكاس زي ما انتم شايفين. ممكن ايضا ناخذ مثلا نحط شويه كريم فوق كل قطعه، يعني يدوبك لقطة بسيطة من الكريم. طب بالشكل هذا وهذا كان الحلو بتاع حلقتنا اليوم، اللي هو كيكة اللاتيه أو كيكة كوفي لاتيه. طبعا إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. طبعا خلونا نمشي ناخذ بريك بسيط باش نكملوا مع بعض ختام حلقتنا اليوم مع فخد الخروف المشوي، اكيد توا في الفرن على وشك السوا، باش نقدموا مع بعض وصفاتنا مع بعضنا. اهلا لكم مشاهدينا الكرام، بعد ما ولت الفخذه عندي واطيه وطبعا زينتها في قطع من الخشب وحطيت عليها زينة، حطيت عليها مشروم فطر، شوية كليل، شوية عود قرفة، شوية الخضرة المكرملة اللي كانت مع الفخدة نفسها، شوية بصل. ممكن هنا تبدعوا زي ما انتم تحبوا لضيوفكم. وطبعا من حكم ان هي قعدت في فترة في الفرن فزي ما شايفين كيف المتكرملة كويس، وحتى يعني ممكن بواسطة اصبعتي يعني بكل سهولة نقدر نقطع اللحم زي ما شايفين بكل أريحية. كذلك يعني الفخذ يعني كيف العظمة هنا عندي يعني تنحت زي ما انتم شايفين، هذا كله لأن اللحم عندي استوى، يعني زي ما انتم شايفين شبه يدوب عندي بكل سهولة. كذلك حتى بالقطع هي ممكن أنا بواسطة إيدي بكل سهولة نقدر نقطع اللحم زي ما انتم شايفين كيف مهبز. أما بالنسبة للحلو فدرت لكم الحلو اللاتيه أو كيكة كافي لاتيه، طبعا مع ايضا نوعين من الصوص.
درت فيه تشكيله من الحليب مع الكيك نفسه مع البسكوتي نفسه، فاعطاني طعم رائع ونتيجه رائعه. بالنسبه طبعا لتتبيله الخروف استخدمت الدبس الرمان، استخدمت الطحينه، كل هذه النكهات تعطيني طعم رائع جدا. خذيت جزئيه منها تبلتها مع الخضره، والجزء الثاني استخدمته في الفخذ نفسه. وطبعا زي ما انتم شايفين اللحم قبل ما تقدموه خلوه حوالي بتاع 5 دقائق في الطاجين نفسه باش ينزل كل العصاره متاعها او كل السائل متاعها، بعدين تقدموه على الخشب او انكم تقدموه في سفره او اي شيء انتم تحبوه. كذلك هنا في كيكه اللاتيه اللي انا استخدمتها اليوم طبعا تتقدم بارده جدا، انتم تحطوها في الثلاجه حوالي 3 ساعات باش لما تقطوها تجيكم مربعات ومن الداخل تكون شكلها هيك مورق. وطبعا الصوصات هذه على ضيوفكم لو يحبوا، طبعا ممكن يضيفوا فوق كل قطع من طرفهم يضيفوا شويه صوص. طبعا بالنسبه للصوص استخدمت فيه الحليب المكتف المحلى، الحليب المبخر اللي هو الحليب الكورنيش، كذلك استخدمت كريمه الخفق، وطبعا خذيت ظرف من الكابتشينو. وطبعا بعد ما ناكلوا وجبة دسمة زي هي ووليمة زي هي نبوا ناخذوا كي حلو نخففوا به. وطبعا ممكن تقدموا مع الفخدة رز او ممكن تقدموه مع خبز زي ما انتم بتحبوا. طبعا اكيد ان بنعيد على كل متابعينا ومشاهدينا الكرام، وطبعا اسرة قناة تنصح تعيد عليكم. كذلك بنقول لكم ان المدة الجاية حتكون عندنا وصفات مميزة حنستخدم فيها لحم الغنم، كل مرة حنديكم وصفة مبتكرة وصفة جديدة. طبعا سعيد جدا على تواصلكم معنا، وطبعا ان شاء الله دائما نقدم لكم علم نافع، وصفات جديدة وصفات سلسة. رسالتي بنوصلها لكل منزل مش لأشخاص المحترفة، لا نبي نوصل لكل أم، لكل بنت متجوزة عن جديد، لكل شاب أعزب، نبيكم تطيبوا ألد الوصفات بإمكانيات بسيطة وأيضا بتكنيك بسيط مش وصفات معقدة. طبعا أكيد سعيد جدا أنكم متابعين البرنامج سفرتنا. معكم أنا إيهاب بن رجاب، نشوفكم على خيرة الله إن شاء الله في حلقات جديدة مميزة من برنامج سفرتنا عبر قناة تناصح. نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله.